حالة قلق تلفو سكان محلة الرئيس في حي كرمان بمدينة تيرت بعد أن وزعت السلطات إشعارات بضرورة الرحيل تحت طائلة الطرد بالقوة العمومية هذا الأحد. ماذا بيا أنا كون عطاوني سكنة؟ ماذا بيا هذا الحي نود نخدم فيه ونوكل أولادي؟ أنا عايش غير في السبيطارات لازم. حنا ما ناش هاربين من قانون، نخرجوا لكم، درتوا لنا امر بالاخلاء نخرجوا نروحوا، معليش بصح عطوا ديروا لنا حل، خرجونا في بلاصه دونا لوبيجي، ديروا لنا حل، ماشي في الشتاء، راه الشتاء وراه البرد. فبجوار السوق الفوضوي في الحي يوجد 15 محلا، لكن لم ينجو من التحويل الا القله، فيما لرافضي قرار الطرد حججهم. راني معوقه، راني في 3 سنين هنايا، ايوا كنت غزيدي في العجزة طيب عاد هنايا مقتطفه، عندي ولدي مريض، كي وليت نكري ولاو ما يعشروه ليش، ما قبلوه ليش، قالوا لي ما نكرولكش، ما ستوين الديه، جبت هنايا سكنت في هذا الكيوس. السكان الذين يتألمون للقرار يشيرون إلى وضعية الأكشاك قبل احتلالها، معتبرين أنفسهم أصحاب فضل على السلطة. كانوا دايرينهم هكا الخسارة والفساد والأوساخ، رانا نقيناهم وتعاوننا نحن الجيران هنا في بعضنا، رانا ساكنين فيهم دارقين فيهم وليداتنا. لكل محتل قصته حقيقية كانت أم مزيفة، لكن الثابت أن السكوت على التجاوزات صنع وضعا إنسانيا من الصعب تغييره.